نعود إليكم من جديد في الجزء الثاني من أفضل برامج بديلة للآيتونز للآيفون والآيباد. أهلاً في أبتكار. ونكمل مع البرنامج السادس آيفون بي سي سويت، يقدم لك مميزات الآيتونز بالإضافة لميزة عملية وهي SMS شات لإرسال الرسائل أو متابعة الرسائل التي تصلك من خلال جهاز الكمبيوتر. كما أنه يعطيك الأفضلية في مشاهدة جميع ملفات هاتفك والتحكم فيها وحساب المساحة التي تستهلكها من الذاكرة وعمل نسخة احتياطية أو استعادتها. سابعاً إيميزينج، يدعم المزامنة لاسلكياً عن طريق شبكة الواي فاي وعمل نسخة احتياطية للتطبيقات بشكل منفرد واستردادها مع إمكانية تثبيت التطبيقات وإزالتها باستخدام البرنامج ونقل البيانات من وإلى أجهزة iOS. وأيضاً بإمكانك مشاهدة ملفات النظام لاسلكياً كما ذكرنا، وأعجبنا أنه يدعم اللغة العربية. البرنامج سعره يبدأ من $39. ثامناً iDevice Manager، إلى جانب قيام هذا البرنامج بمهام المزامنة والباك أب، يمكنه أيضاً قراءة وإرسال رسائل نصية أو رسائل البريد الإلكتروني وتحريرها. البرنامج يتضمن إمكانية لتحسين إدارة البيانات من لابتوب لآيفون وكذلك تسهيل التحويلات إلى بي سي والعكس، ويمكنه تحديد نغمة الآيفون من الأغاني وكذلك تحكم بقائمة الاتصال ومشاهدة قائمة المتصلين والتعديل عليها. البرنامج متوفر مجاناً على موقع الشركة وتوجد منه نسخة برو بسعر $9.99. تاسعاً برنامج سينسيوز، شبيه إلى حد كبير ببرنامج الآي تولز، يتيح لك نقل جميع الملفات من الهاتف إلى الكمبيوتر أو العكس بكل سهولة. يتيح لك إدارة كل الملفات والرسائل والصور على جهازك. واجهة البرنامج وطريقة الاستخدام متشابهة مع برنامج الآي تولز. البرنامج متوفر بشكل مجاني على موقع الشركة بعدة إصدارات لأجهزة الويندوز والماك. أخيراً 3 Tools، وهو كسابقه يقوم بمهام الباك أب والريستورز ونقل الملفات بين الكمبيوتر والهاتف، إلا أن ما يميز هذا البرنامج أنه يعطيك القدرة على تنفيذ مهام Flash and JB، بحيث يمكنك تثبيت نسخة من نظام الآيفون الحديث على الجهاز بالإضافة إلى إمكانية عمل جيل بريك حسب الإصدارات المتوفرة في البرنامج، وهو متوفر مجاناً على موقع الشركة. روابط البرامج تجدونها أسفل الفيديو. نلقاكم الأربعاء المقبل مع حلقة جديدة من أبتكار. إلى اللقاء.